في وسط بقى كل الدربكه دي تعالوا نطلع حاجه حلوه. والحاجه الحلوه ان صوت الناس بقى مسموع وغضبهم بقى ليه حساب وبيخلي الدوله تتحرك وتاخد اجراءات. يعني الرئيس يقول تشريعات ويواجه وزير الداخليه بالاخطاء، ده مش من فراغ، ده حصاد الثورتين اللي خلوا صوت الناس في البلد دي مسموع بعد ما كنا بنفضل نهاتي ويتقال لنا خليهم يتسلوا. صوت الغضب بتاع الناس في الضرب الاحمر وقبلها في كذا حادثه بقى مسموع وبقى يؤسس لتحركات للحل. يعني مثلا رئيس تحرك النهارده في امناء شرطه في الاسماعيليه عملوا حركه قد تراها انت صغيره لكنها توحي بانه الناس قلقانه، راحوا ذبحوا خرفان وصالحوا بيها المواطنين في الاسماعيليه. النادي العام لامناء الشرطه والعاملين فيه طلعوا بيان النهارده وقالوا ان المجلس بيدين ويرفض التصرفات غير المسؤوله والاخطاء اللي صدرت عن رقيب الشرطه بتاع الضرب الاحمر وعن استخدام السلاح في اي السلاح الميري في اي مشاجره تتسبب او مع احد المواطنين. يعني انت بتتكلم دلوقتي عن النادي بتاع امناء الشرطه بقى عامل زي منظمه العفو الدوليه. يعني صوت الناس مسموع وغضبهم ليه حساب. هو ده اللي لازم تحط تركيزك عليه وتشتغل عليه. على الجنب التاني بقى أرجوكم، زي ما صوت الناس مسموع في الغضب وزي ما بنقعد نقول حاسبه فلان علشان ارتكب جريمة، حاسبه فلان علشان ارتكب تجاوز، أرجوكم خلوا صوتكم في الحلو كمان مسموع زي ما هو في الوحش مسموع. يعني إذا كان في غفير النهاردة في أبانوب ارتكب جريمة مع ظابط وبالنادي كلنا بأن هو يستحق العقاب، في كمان النهاردة خبر محدش خد باله منه خالص ولا منشور على نطاق واسع، في حاجة حلوة حصلت في ملاوي، في واحد بطل اسمه عصراوي كامل جاد شهرته واعر عنده 45 سنة موجود في بلد اسمها دير أبو حنس بملاوي. الراجل ده استشهد النهاردة وهو بيدافع عن منطقة أثرية كانت بتتعرض لسرقة لكن محدش اهتم بيه. وزي ما بنطلب من الداخلية ان هي تحاسب المخطئ، نطلب منها كمان ان هي تكرم الراجل ده وما تنسهوش لمجرد ان هو غفير. وصلت الحدوتة؟ طيب.